بمناسبة عيد الأم وتقديرا لتضحياتهم، قام فريق الأقحوانة للتنمية المجتمعية بالتعاون مع مجموعة بصدورنا نحمي مؤسساتنا بتكريم عدد من الأمهات في مسرح التربية داخل مدينة السويداء. طبعا هذا اليوم يوم مميز ومقدر ويكاد يكون مبارك. الأم هي أساس الحياة بشكل عام، وإن شاء الله كل أمهات العالم وأمهات سوريا يظلوا بألف خير. منقول كل عام وأنت بخير أمهاتنا، كل عام وأنت بخير أمهات سوريا. أقل واجب نقدمه لأمهات سوريا بالظروف الراهنة وتكريم لهم. كل عام وأنت بخير كل أميات الشهداء وأميات سوريا جميع. يعني نقصة كبيرة إنه ما يكونش ابننا موجود من الصبح، وكان على طول الصبحيات مثلا إنه هيك يتصل فيني على الصبح إنه أول شغلة يقول لي يا أمي بعدك نايمي قومي بدعائك الساعة 6 الصبح، قل له كل عام وأنت بخير قبل ما يقول لي، قل له هديتي إنك ترجع لي بخير وسلام وتحرير الوطن وهداوة البلد. الأم في كل حقل من حقول الحياة، وفي كل بستان من بساتين المحبة والحنان تسكنها نسائم الأمل وعبق الحنان يحيط بها، ورائحة عطر العطف تفوح منها وانبعاثات النور تضيئها. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.